الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة الأكارم، في الدرس الماضي توضح لكم من قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. معنى ترفع أي تبنى وتعظم. وقد وردت في الدرس الماضي أحاديث كثيرة عن فضل ارتياد المساجد، وعن آداب المسلم في المسجد، وهذا كله يغطيه قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. ومعنى ترفع أي تبنى وتعظم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يضيف المفسرون إلى هذه الكلمة معنى ثالثا: في بيوت أذن الله أن ترفع أن تبنى، وأذن الله أن ترفع أن تعظم، وأذن الله أن ترفع أي أن ترفع فيها الحاجات إلى رب الأرض والسماوات. فما من إنسان على وجه الأرض إلا وله حوائج كثيرة، قد يطرق باب زيد أو عبيد أو فلان أو علان. الإنسان من طبعه الشح، والعلاقات بين الناس قائمة على المشاححة، لكن الإنسان إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى، توجه إليه في المسجد وطلب منه حوائج، هناك حوائج تعينه على أمر الآخرة. فلو طلب المؤمن من ربه وهو في المسجد أن يرزقه رزقا حلالا طيبا فهذا طلب معقول، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل عن الله عز وجل الحديث القدسي: من لا يدعني أغضب عليه، وإن الله يحب الملحين في الدعاء، وإن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. فالإنسان المؤمن له باب لا يغلق، وهو باب الله عز وجل. المؤمن شرفه قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. فأذن الله أن ترفع يعني هو سمح لك أن ترفع إليه حاجاتك في بيتك. أنت في بيتك وإليه ترفع الحاجات وأنت في بيتك. فما من شاب، ما من رجل، ما من شابة، ما من امرأة لها عند الله حاجة عليها أن ترفعها إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في بعض الأحاديث القدسية: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من طالب حاجة فأقضيها له،
هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. إذن ارفع إلى الله حاجاتك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء الداعي إلا بشروط. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في أكثر من 10 آيات في القرآن الكريم تأتي الصيغة على الشكل التالي: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في أكثر من 10 مواضع يأتي قوله تعالى على شكل يسألونك، فتأتي كلمة قل بين السؤال والجواب، إلا في آية واحدة في كتاب الله ليس لها مثيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني وسيط ما في. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الإنسان أحيانا يدعو الله عز وجل وقلبه معلق بزيد أو عبيد، يدعو الله عز وجل وهو معتمد على فلان، يدعو الله عز وجل وهو متوكل على ماله أو على جاهه أو على أصدقائه. فلذلك ربنا عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعوت الله حقا فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. وربنا عز وجل أعظم من أن تدعوه مخلصا فلا يستجيب لك. لذلك أي أخ كريم له حاجة ملحة، له طلب عند الله عز وجل، ليدعو الله عز وجل مخلصا: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استجب لأمر الله أولا وسوف تجد كيف أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى الدعاء الصحيح. آمن بالله أولاً واستجب لأمره ثانياً ثم ادعوه ثالثاً وسوف ترى كيف أن الدعاء يتحقق، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق لك هذه الحاجة إلا من أجل أن تدعوه. فإذا دعوته واستجيبت لك عرفت أن لك رباً لا ينساك، وأنه سميع الدعاء، وأنه قريب مجيب. لذلك المعنى الثالث من معاني أذن الله أن ترفع، أي أن ترفع فيها حاجات المصلين. أسجد إلى الله عز وجل واطلب من الله الهدى، اطلب من الله الرزق الحلال، اطلب من الله الذي ترجوه في بيوت أذن الله أن ترفع. الإذن العلم ورفع الحظر، لكن ربنا عز وجل لم يقل أمر الله أن ترفع، قال أذن الله أن ترفع. وفرق بين أذن الله أن ترفع وبين أمر الله أن ترفع. تقول: أمر الناس بدفع ما عليهم من تكاليف للخزينة وقد أذن لهم أن يستوردوا، لما يؤذن لهم أن يستوردوا ولما أمروا أن يدفعوا ما عليهم من تكاليف؟ لأن الشيء الذي سمح لهم محبب إليهم، هم راغبون فيه. فالله سبحانه وتعالى جعل كلمة أذن بمعنى أن هذا الشيء الذي ورد بعد الإذن شيء محبب للناس، لذلك أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما أن يذكر فيها اسمه يعني أن تذكر أسماؤه الحسنى، أن يذكر فيها اسمه، اسمه الرحيم، أن يذكر فيها اسمه العليم، اسمه القدير، اسمه اللطيف، اسمه الغني، اسمه السميع، اسمه المجيب. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني ليس من أحصاها معنى من عدها،
ولكن من تحقق بها. لا يكفي أن تؤمن بالله عز وجل خالقا، إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يعتقد أن له ربا، ولكنك لن تستكمل الإيمان حتى تؤمن بالله خالقا وبالله مربيا وبالله مسيرا، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. فاسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أعرف عن اسم الله الرحيم؟ كيف تواجه خبرا أن هذا البلد مات من العطش، وهذا البلد مات من الجوع، وهذا زلزال ضرب البلاد الفلانية، وهذا البركان دمر المنطقة الفلانية؟ هل عندك جواب؟ هل عندك يقين برحمة الله عز وجل على الرغم من هذه الأخبار؟ كيف توفق بين رحمة الله عز وجل وما يجري في الحياة من مصائب؟ يجب أن تقف موقفا واضحا، يجب أن تتحقق من اسم الله الرحيم، يجب أن تتحقق منه. لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليس بيت الله من أجل أن تصلي فقط، من أجل أن تصلي ومن أجل أن تعرف الله عز وجل. فكأن هذه الآية تشير إلى أن الوظيفة الأولى لبيوت الله أن تعلم الناس كل شيء عن الله عز وجل، أن تعلم الناس شيئا كثيرا عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته الفضلة. فالقصد الأول التعليم، القصد الأول التعريف، القصد الأول أن تذكر الله بأسمائه كلها، وأسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها فضلة. لذلك هناك إلحاد بالذات وإلحاد بالأسماء، فمن أيقن بوجود الله وشك في رحمته فهو ملحد بشكل أو بآخر، ملحد في بعض أسمائه. لن تستكمل الإيمان إلا إذا عرفت الله بأسمائه الحسنى كلها. لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، بعضهم قال الصلاة، لقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، ولقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر ما في الصلاة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى أن جوهر الصلاة، سر الصلاة في ذكر الله عز وجل. أقم الصلاة لذكري، واسجد واقترب، الصلاة قرب. لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت، الصلاة مناجاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة خشوع، الصلاة خشوع، الصلاة ذكر، الصلاة قرب، الصلاة عروج إلى الله عز وجل، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة نور، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة سعادة، أرحنا بها يا بلال، الصلاة وعي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الصلاة عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لذلك بعض المفسرين يقول أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي يصلى فيها. والأولى أن نجمع بين المعنيين، إنما أنشئت بيوت الله عز وجل ليصلى فيها، أي ليتصل العباد بربهم وليتعلمون شيئا عن ربهم وأحكام دينهم. يعني اتصال وتعلم، اتصال وتعلم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بعضهم يقول كل تسبيح في القرآن صلاة، لأنك إذا سبحت الله بمعنى مجدته وبمعنى نزهته، فأنت إذا وقفت للصلاة تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تركع فتقول سبحان ربي العظيم، تسجد فتقول سبحان ربي الأعلى، وهذا الذي ناجى ربه فقال يا ربي، حينما قال الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر أو يخشى؟ قال: يا ربي، إذا كانت هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كانت هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، هكذا قال فرعون، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ لو يعلم المعرضون حبي لهم وانتظاري إليهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود، هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف إرادتي بالمقبلين؟ أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. فلذلك بعضهم قال: كل تسبيح في القرآن الكريم صلاة. كل تسبيح ورد في القرآن الكريم يعني الصلاة. إذن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له، أي يصلي له، يسبح له فيها بالغدو والآصال. غدا ذهب إلى عمله قبل الشمس، وراح عاد إلى بيته بعد الغروب. فالغدو هو الذهاب، والرواح هو المجيء. والمقصود أن هؤلاء الرجال الذين يذكرون الله عز وجل، يذكرون أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، يتعلمون شيئا عن كمالاته، يتعلمون أوامره، يتصلون به في بيوت الله، هؤلاء يفعلون هذا كل يوم، وكل يوم صباحا ومساء. بل إن بعض المفسرين قال: هذا ينطبق على الصلوات المفروضات، لأن الغدو يعني به صلاة الصبح، والآصال يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو صلاة العصر وحدها، وقد كانت قبل فرض الصلوات الخمس كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون قبل الشمس وفي وقت العصر. على كل، يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي يتصل هؤلاء الرجال صباحا ومساء وكل يوم. وهذا يرجح أن تكون كلمة يسبح بمعنى يصلي، والقرينة بالغدو والآصال. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية: ابن آدم، لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس، أكفك النهار كله. يعني أنت في هذا النهار في حفظ الله، وفي توفيق الله، وفي رعاية الله، والله يدافع عنك، والله يتولى شأنك كله. هم في مساجدهم، والله في حوائجهم. هم في صلاتهم، والله من ورائهم. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. لا تعلمني بما يصلحك، أنا أعلم وأعرف ما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأما فاعل يسبح فهو رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ومرة ثانية، كلمة الرجال أو كلمة رجال في القرآن الكريم لا تعني الذكران. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذكرا وأنثى، فكلمة رجل في القرآن الكريم لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. وهذا يؤكده قول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل،
وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، أي بطولي. ولا سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى. ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. إذن رجال يعني أبطال. يؤكد هذا في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالإنسان يجب أن يكون رجلا كما أراد الله عز وجل. يجب أن ترقى في المقاييس التي وضعها الله في القرآن، لا أن ترقى في المقاييس التي تواضع الناس عليها. الناس يعظمون أصحاب الأموال، يعظمون الأقوياء، يعظمون أصحاب الدرجات العليا في العلم ولو كانوا كفارا. هذه مقاييس تواضع الناس عليها، ولكنك إذا كنت بطلا ترتفع في المقياس الذي وضعه الله في القرآن الكريم. قال: ولكل درجات مما عملوا. المقياس الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم والذي أشار إلى مرجح وحيد يمكن أن يكون مقياسا بين الناس هو العلم، والعلم بالله، لقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: حيثما وردت كلمة العلم في الكتاب والسنة فإنما تعني العلم بالله، لأنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإذا فاتك فاتك كل شيء. رجال، الحياة تمضي، كل الذي تستمتع به في الدنيا يمضي وينتهي عند الموت، ولكن الأعمال التي ترضي الله تسعدك إلى الأبد. وازن بين كل أعمالك. العمل الذي يمتد أثره بعد الموت احرص عليه. العمل الذي يمتد أثره بعد الموت هذا العمل الذي يسعدك إلى الأبد. وأي عمل مهما على شأنه إذا كان ينتهي عند القبر فهذا العمل خسارة في خسارة إلا أن يبتغى به وجه الله تعالى. لذلك يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني خطأ كبير أن تنطلق في علاقاتك، في حركتك اليومية، من أفكار ليست صحيحة. العلماء قالوا: العلاقات العلمية تعني أن تقوم علاقة بين شيئين مقطوع بصحتها يؤكدها الواقع عليها دليل. فإذا أردت أن تنطلق في كل حركة من حركاتك اليومية من هذه القاعدة فإنك لا بد من أن تصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. لو لم يكن هذه المقولة أو هذه الفكرة أو هذه القاعدة لو لم تكن مطابقة للواقع فهذا الجهل بعينه، لو لم يكن عليها دليل فهذا التقليد بعينه، لو لم يكن مقطوع بصحتها فهو الشك أو هو الظن أو هو غلبة الظن. فالله سبحانه وتعالى يقول رجال، وربنا عز وجل إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، أو يجب أن تسعى لإرضاء الله عز وجل. إن كلمة رضي الله عنهم ورضوا عنه لهي أعلى مرتبة ينالها مخلوق في الكون، رضي الله عنك. فرضي الله عن أصحاب رسول الله هذه صيغة فعل ماض، يعني لقد رضي الله عنهم وانتهى الأمر. لكن إذا قيل لإنسان رضي الله عنك هذه صيغة دعائية، يعني أرجو الله أن يرضى عنك، أرجو الله أن تعمل عملا يرضيه. لذلك هؤلاء الصوفيون الذين لهم أوراد في الصباح يقولون: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
أنت ترضي من؟ هناك من يرضي زوجته، خاب وخسر إن أرضاها بمعصية الله. هناك من يرضي من هو فوقه في العمل، خاب وخسر إن أرضاه في معصية الله. هذا الذي يرضي الناس في معصية الله قولاً واحداً لا يعرف الله، لا يعرف ما عنده من ثواب، ولا يعرف ما عنده من عقاب، ولا يعرف أن المصير إليه، ولا يعرف أنه راجع إليه. وما قال الله أكبر حقيقة ولو قالها بلسانه ألف مرة، قل الله أكبر مليون مرة. فإذا أطعت إنساناً وعصيت الخالق معنى ذلك أنك رأيت أن هذا الإنسان أكبر من الله عز وجل، يعني آثرت أن ترضيه وأن تسخط الله عز وجل. فالتعامل مع هذه الكلمات التي يقولها المسلمون كل يوم، التعامل معها الآن أصبح تعامل شكلي. نسمع الأذان كل يوم الله أكبر، تصلي وتقول الله أكبر، هل أنت في مستوى هذه الكلمة؟ هل تعلم أنك إذا قلتها مرة واحدة بشكل صحيح سعدت في الدنيا والآخرة؟ هل تعرف أنك إذا قلتها مرة واحدة بشكل صحيح لا ينبغي لك أن تعصي الله أبداً، لا ينبغي لك أن تطيع مخلوقاً وتعصي خالقاً؟ هذا المقياس الإلهي، والحمد لله رب العالمين.